بسم الله الرحمن الرحيم. وضع رأسه على الوسادة وغفى لتسلم عليه صلاة الفجر سلاما يليق بقلبه، إنه الذي أحيا ليلة القدر مع ملائكة الله المقربين. هو جهز نفسه في النهار لازما جوارحه أن لا تتكاسل في الليل الطويل، ثم عند إفطار تلك الليلة المباركة تلازم ألا يأكل بتخمة ليؤدي صفاء القلوب النقية. أخي أختي، إن أعظم استثمار في هذا الوجود هي ليلة القدر الحبيبة. تصور معي أن لك حاجة مستعصية قد أخذت مأخذا من عقلك وقلبك، وقال لك أمين سر مكتب الرئيس أو المسؤول انتظره لساعة أو ساعتين فإنه حتما سيقضيها. هل تنتظر جنابه الموقر؟ تنتظره بلقاء اللهفة، تنتظره وأنت ترتب الكلمات التي سوف تقنعه بها، تجلس في مهابة محضره مضطربا تنتظر إذنه لكلامك. أخي الحبيب، أختي الكريمة، أليس الله بكاف عبده؟ تخيل أن الله سبحانه وتعالى قد رتب لك الكلام الذي سوف تخاطبه به، فقال: عبدي خاطبني بالدعاء والقرآن لكي لا ترتبك، ثم أجلسك في صدر المجلس ووجهك إلى قبلته، وبعدها قدم لك ضيافة أغبطتك عليها الملائكة الحافين في عرشه. هو الله الذي قال: عبدي أحيي ليلة القدر وسترى عجائب رحمتي. هو الله الذي ناداني من أعلى سمائه وأنا متقدم إليه ببسمتي، عندها غفى لتسلم عليه صلاة الفجر سلاما يليق بقلبه. والحمد لله رب العالمين.